مرحبا بك عزيز المشاهد، وأهلا وسهلا بك في الليلة الأخيرة من رمضان. في هذه الليلة نختتم رمضان، مرت علينا 30 من الأيام الفاضلات التي عشنا معها وبكل تفاصيلها. عشنا معها أيام السحر ودعاء السحر وصلاة السحر وكل المفردات التي كنا نتمنى أن نعيشها الدهر كله. منا من أكرمه الله سبحانه وتعالى بأن يؤدي واجبه في هذا الشهر الفضيل، ومنا من قصر، وهذا التقصير هو له وليس لغيره، عليه وليس على غيره. اليوم طبعا نحن في الليلة 30، غدا اليوم الأخير لرمضان. طبعا كما توقعنا في الأيام السابقة أن هنالك سيحصل بعض من الاختلاف، وهذا الاختلاف ترى طبيعي، يعني ليست فيه ضرة ولا فيه قصدية، هذا بسبب اختلاف الجغرافيا واختلاف المناطق واختلاف يعني قد يكون الدول لا تستطيع أن ترى الهلال بحكم مثلا وجود غيوم، وجود ضباب، وجود غيره. كما توقعنا أن في هذه السنة رمضان سيحصل فيه التباس، والتباس قادم لأن الهلال سيولد في فترة معينة والشمس قريبة جدا منه، وذلك عندما تكون الشمس قريبة من ظهور الهلال فهذا يعني إن إمكانية الرؤية تكون شبه معدومة، لأن أنت تشوف الهلال شو وقت، هو الهلال بالنهار موجود مثل ما كل الأيام كل الساعات الهلال موجود، ولكن أنت تشوفه بالليل، لأن بالليل الظلمة هذه تجعلك أن ترى الهلال وترى القمر وترى أشياء كثيرة. ولذلك بعض الأحيان الشمس تكون قريبة، طبعا هو لكي تكون قريبة يعني لا تقل عن 4 درجات، يعني إذا أقل من 4 درجات لا يمكن أبدا أن ترى الهلال لأن الشمس قوية، هو أنت تشوفه كل 3 دقائق 4 دقائق بعد الغروب. فلما تكون الشمس قريبة الضوء راح يكون موجود وبالتالي لا تراه. متى تراه؟ عندما تكون الشمس بعيدة على الأقل 6 5 7 درجات 8 درجات، يعني كل ما كانت بعيدة حتى وكان الهلال ضعيف أخوان، يعني حتى بعض الأحيان الهلال ينولد قبل المغرب 6 ساعات 7 ساعات أو 10 ساعات أو 15 ساعة ينولد. في الحالات الطبيعية ممكن أن تراه في المغرب، لكن بشرط أن الشمس تكون بعيدة. ولكن إذا كان قريبا أقل من 4 درجات فلن تراه أبدا حتى لو مولد قبل يوم. اللي حصل أنه كما توقعنا الشمس ستكون قريبة وبالتالي الهلال سيولد بما لا يقل عن 10 ساعات أو 12 ساعة، ولذلك سوف لن يمكن رؤيته. وخصوصا طبعا عندما يسير اليوم هذه تقل، هذه الدرجة تبتعد، يعني عندما في آسيا دول آسيا الشمس تكون قريبة وبالتالي 4 درجات، ولكن عندما نبتعد لا تصير 5 درجات 6 7 عندما تأتي المغرب في مناطق أخرى. لذلك يمكن أن يرى، يمكن أن يرى، لذلك يمكن في المغرب أن يرى. في سنوات تلاحظون نحن في المشرق نعلن الهلال، ولكن في المغرب والجزائر وتونس لا يعلنون، لأنه العكس تصير، الشمس تكون أقرب. ولذلك هذه مسألة فلكية ليست مرتبطة بقضية التلسكوب أخوان. أنا رجل علمي يعني وأؤمن بالعلم وأؤمن بكل شيء وأؤمن هذا، ولكن أخوان توجد أشياء عندما يتدخل فيها الجانب العلمي في الجانب الشرعي سيفقد جانبا مهما جدا. من شهد منكم الشهر فليصم، يعني اعتمد على أن وجود شاهد أو مشاهد. فالدولة التي ليس فيها مشاهد أو شاهد لا يمكن أن تحقق وجود هلال من عدمه. لذلك فتلاحظون أنه في هذه السنة كما كان متوقعا وكما في كل سنة أنه كل دول آسيا تقريبا كل دول آسيا اليوم أعلنت أنه غدا إكمال
الشهر كله، يعني إذا كان باكستان، بنغلاديش، المسلمين الهند، ماليزيا، سنغافور، مسلمين الصين، مسلمين أوزبكستان، مسلمين إيران، مسلمين كل هذه الدول أعلنت، حتى عمان. يعني عمان تلاحظون الخليج العربي فيه انعطافة نحو الشرق، كلهم ما شافوا يعني بالتأكيد. بالعراق احنا هم نشوفه، يعني من أعلن هو لم يراه، بس يعني قد تكون هي يعني يعتمد على رؤية الآخرين. يعني كان فيه استحالة. أول العراق هم كان يوم كان أكو غبار وأكو هذا الصحب، صعب أن أن أن, أن يشاهد. ولكن تلاحظون آسيا كلها اليوم، مسلمي آسيا، يعني تصورون أنتم مسلمي آسيا شقد، يعني شقد مسلمي آسيا أخوان؟ ثلاثة أرباع المسلمين أو 80% من المسلمين هم في آسيا. وين يعني المسلمين؟ يعني إحنا العرب شقد يعني؟ يعني كم مليون آسيا موجودين؟ الثقل الإسلام موجود في آسيا، يعني وين؟ الهند بها 300 مليون مسلم. الهند، باكستان، بنغلاديش بها حوالي 150 ما 200 مسلم، هاي 500 يعني. وماليزيا واندونيسيا 400 مليون مسلم او 300 مليون مسلم. يعني الثقل، الصين بها 70 مليون مسلم، يعني ايران بها 100 مليون مسلم. فالثقل الاسلام هو في اسيا، يعني كم افريقيا يعني، وكم اوروبا المسلمين في اوروبا، كم امريكا الجنوبيه، وكم شمال افريقيا. يعني الثقل الاسلام عدد المسلمين في اسيا. لذلك الآن حوالي 80% من المسلمين أعلنوا أن السبت هو العيد وليس لا. طبعا ما بها طائفية، لأنه المسلمين غالبيتهم السنة، هم أعلنوا السبت لهذا، يعني مو قضية شيعة وسنة، لا. المسلمين الهند يعني كم، هذا المسلمين الأندونيسيا سنة، يعني ليست مرتبطة بالسنة والشيعة. والباكستان غالبيتهم سنة، يعني هذه ما لها شغله بسنه وشيعه. يعني القصد انه هنالك قدره. اما تقول لي تلسكوب، اخوان تلسكوب هذا خداع، ما يصير. او تقول لي حسابات ما يصير، لانه هذا ينتهي الشرع، لانه ولاده الهلال تعتمد على الرؤيه، لان نهايه رمضان تعتمد على الرؤيه ايضا. انت من تقول لي الهلال راح يدخل فلكيا فلان يوم، لازم تحدد لي فلكيا شو وقت ينتهي انت، وقد يكون هو ما انتهى رمضان. يعني فبها جانب شرعي. ذلك الرسول عند قول، يعني ما معناه؟ انه انت صم على مشاهدتك له، واذا اختلطت عليك الامور لسبب او لاخر، يعني وجود ضباب، وجود غيم، وجود شيء، او الرؤية ضعيفة، فاكمل الشهر، لا تجتهد، اكمل. يعني لا مناص من اكمل، يعني هنالك شيء طبيعي هو أن تكمل الشهر. يعني وقد يكون الرسول، حتى لو كان قد يكون الهلال هو ظاهر لكن أنت ما شفته، لكن كمل الشهر، فمن الطبيعي أن تكمل الشهر. وذلك الآن حوالي 80% من مسلمين العالم سيكملون الشهر، وسيكون العيد يوم السبت. يعني طبعا بعض الدول العربية شافتها، نعم قلت لكم هذه تختلف، هو على نفس خط العرض تختلف. يعني هاي شوفوا من الضياء اخوان، يعني على خط الطول، بعضين يصير بانحرافات يعني ضمن خط الطول وخط العرض، وبالتالي هذه القضية مرتبطة جغرافيا، يعني تختلف من بلد الى اخر، وتختلف شمالي جنوبي شرق غرب. لهذا يعتمد على الهلال هو الرؤية، وليس على الحسابات، وليس على البلد الاخر. أن تعتمد على بلد آخر هذا شيء خداع، وذلك ليس فيه جانب شرعي. ولا تعتمد على التلسكوب، التلسكوب تشوف به الفلك، أنت تشوف به الدنيا، تشوف بيه، بس مو تشوف لي به الهلال. الهلال قضية مرتبطة بالنظر، لأنه هذا الهلال شهر يمر عليك، وبالتالي أنت طبيعي تنظر إلى وتشوفه. يعني هو مو مسألة قضية فلكية، يعني هو مو قضية فلكية علمية، هو قضية شرعية فلكية. يعني لهذا فإننا وجدنا هذا الاختلاف، وحصل يعني كثير من الدول الإسلامية الآن، يعني
نصف العالم العربي الآن غدا ليس مفطر، يعني نصف العالم العربي، يعني لا يتصور بعض العرب، يعني أعلنت اليمن لم تعلن، عمان لم تعلن، العراق لم يعلن، لبنان لم يعلن، يعني فلسطين أيضا أعتقد بس سوريا والأردن والسعودية وقطر والإمارات وحتى الكويت لا أدري، يعني ما أعتقد أيضا لم تعلن. هذه دول الشرق. في شمال أفريقيا نصف الدول شمال، صور مصر فقط أعلنت، الدول الأخرى لم تعلن غدا العيد. يعني هذه قضية ما بها، يعني هو كلها دول سنية، يعني ما بها قضية سنة وشيعة، ولا قضية أنه هذا ولا قضية هذا ولا قضية ولاية. يعني أنا تلاحظون في المغرب العربي دائما المغرب العربي إكمالا للشهر، خصوصا في تونس، يعني وأنا شفتها في تونس، يعني كنت سنوات في تونس، هنالك لجنة شرعية، شرعية من رجال دين، وهذا يخرجون على جبل معين ويشاهدون، يعني شافوه شافوه خلاص، ما شافوه خلاص انتهى الموضوع. يعني هاي اللجنة الشرعية هي اللي تشوفها، يعني ما يخضعون لدولة أخرى أو كما أعلنت كذا كذا، ما عندهم مرجعيتهم، هي اللجنة الشرعية الموجودة في المغرب وفي تونس وفي غيرها. وذلك تلاحظون أغلب الأحيان دول المغرب العربي يعني وين العراق؟ يعني همات هم الشيعة وغيرها؟ لا، بس هم هذول يعتمد دول عربية عرب الصحراوية لا ممكن تشوف، يعني دول عربية تتبع دول، يعني هنالك ولاءات، فيقول لك يعني أعلنت فلان دولة هاي مرجعيتنا، فإذا نحن نعلن أيضا. يعني هاي مسألة ليست بها خلاف، يعني ليست مسألة سيئة، بالعكس مسألة إيجابية، يعني تقول لك ولاءات لمعينة، ولكن الآن صارت الولاءات هي ولاءات دولة وليست ولاءات شرعية. يعني الآن المواطن القطري والكويتي هو مواطن قطري وكويتي، تطبق عليه القوانين القطرية والكويتية وغيرها، وجواز سفر قطري وكويتي حدودها، يعني وتبقى وحتى عنده ولاءات لرجل دين كويتي أو قطري وغيرها، لكن تبقى بعض الاعتبارات الأخرى قد تلعب دورها، كما نحن لدينا يعني في العراق، يعني النجف الأشرف، هناك كثير من المتابعين يتبعون النجف الأشرف، يعني يخضعون لما يقوله النجف الأشرف، وهذا مسألة جميلة. يعني مثلا في شرق السعودية دائما تلاحظ يعلنون الهلال على ضوء ما موجود، ما تعلنه النجف، يعني هذه ولاءات ليست لها علاقة بالجانب الوطني أو علاقة بغيرها. لهذا تلاحظون الآن حصل اختلاف، وأنا ما أعتبر اختلاف سيء، يعني شو يعني باكر عيد باكر رمضان، أنت كم 29 بقطع اليوم، يعني ونفس الأجر. يعني قد يقول قائل هو خلص رمضان ورمضان هو المخصص، لا، رمضان هو أيام أنت تقترب بها الله، بعدين الله سبحانه وتعالى ما عنده ساعة خلاص رمضان يلا انتهت، هذه أيام مباركة، أنت عايش صايم متبتل لله، عايش في جو رمضاني، وبالتالي فإن ارتباط الله موجود دائم، مرتبط بك دائم. يعني فقضية ما مرتبطة ها خلاص انتهت اليوم، بعد ما دام غابت الشمس إذا انتهت العلاقة بعد بالله سبحانه وتعالى وغيره، وهذا مو بهالطريقة. يعني علاقة الإنسان بالله سبحانه، الله ليس شيئا محددا، وذلك هاي شوف الخلافات الفكرية اللي حصلت في بعض المدارس، أنه الله محدد، يعني له يدين وله عيون وجلس على الكرسي، وبالتالي هذا وجدت له اختلافات فلسفية كثيرة. يا بس شلون الله يقعد على الكرسي، شلون إلى عيون وإلى إيدين، من حددت بإيدين ورجلين وعيون، إذا صار محدود، وكل محدود معدود، فشلون أنت الله الواحد الأحد وتقول لي الله يقعد على الكرسي والله عيونه ويده تصل، ماكو شيء. هذا الله سبحانه وتعالى قدرة مسيطرة على الكون كله، ما شنو يشوف عنده عيون، هذا شنو عنده نسان استكماتيزم بعض الأحيان، شنو أبعد هذا، والقزحية ما راح تتأثر، ليست هكذا. واليوم الله واحد يعني وراء إذا سوى فتشي خلف الله سبحانه وتعالى الله ما يشوفه، يعني شنو هذا، يعني هذا وإيده مثلا ما وصل، يعني شنو إيده ما توصل، يعني
الله قدرة طاقة مسيطرة على الكون، مو والله والله جالس وجلس على الكرسي وينظر بعينين، ينظر بعينين يعني خلاص غير العيون مال الله براسه زين حتما ما يشوف الورا يعني مسألة مضحكة يعني وغير صحيحة يعني. هي قد يقول لا هي فلسفة عميقة ولكن لها أبعاد فلسفية سيئة أيضا، ووضعه في حرج بأنه وضع الله بشيء محدد فإذن يمكن أن يعدد وبالتالي تنتهي مع وحدانية قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أكمل الحديث بعد هذا الفاصل. مرحبا بك عزيزي المشاهد مرة أخرى، ونحن نكمل الحديث في الساعات الأخيرة من رمضان أو الليلة الأخيرة من رمضان، خلاص لن تكون هنالك ساعات سحر بعد انقضاء هذه الليلة. في الصباح ستأتي الجمعة وستكون الجمعة الأخيرة، وهي مناسبة مباركة جدا أنك تختم رمضان في يوم الجمعة، ولذلك عليك على الإنسان أن يجتهد كثيرا في الجمعة اليوم ويودع فيها هذا رمضان. ورمضان الذي يصادف فيه 5 جمعات رمضان مبارك، رمضان فيه عطاء جليل، ولذلك هذه فرصة لنا قد لا تحصل مستقبلا يعني تحصل بعد قد يكون سنوات طويلة يعني، وقد لا نصادفها نحن في أعمارنا، ولذلك علينا أن نستغل الجمعة 5 غدا لوداع رمضان، وبالتالي نستقبل مساء الغد إن شاء الله العيد ونحن قد أكملنا ما علينا، البعض بأكمل وجه والبعض بأقل، وكل حسب عطائه وحسب جهده فإن الله يجزي له العطاء. سيأتي العيد وللعيد سنتحدث عن ذلك في مناسبة العيد إن شاء الله. ونحن في الليلة الأخيرة من رمضان نستذكر بعضا من كلمات أبي الحسن، وقلت 1000 مرة في هذا البرنامج نحن علينا أن نضخ فكر أبي الحسن، فهنالك تقصير كبير من قبل المثقفين الموالين لعلي بن أبي طالب عليه السلام والفضائيات الموالية لعلي. الفضائيات هذه أغلبيتها تحكي عن أعداء علي، فلان فعل كذا 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 كذا، ماذا يستفيد المؤمن بأولئك؟ لا، أنت قدم لمن هو علي، هؤلاء سيتساقطون، أنت إذا طلع لمساوئ هؤلاء فقط لن تكون له المقارنة ولن يحس بأنهم ارتكبوا جرائم كبيرة أمام علي بن أبي طالب وأمام الحق. ولهذا أقول بأن الإسلام الحقيقي يرتكز في 80% من على علي بن أبي طالب وأفكار علي بن أبي طالب. لو أزلت عليا أزلت 80% من ركيزة الإسلام، هاي مو مبالغة أخوان، لأن علي فصل الإسلام بنهج البلاغة وبغيره بأقواله بأفعاله بزهده بغيره. أنت من تجي تعزل لي سنة علي ومدرسة علي وفقه علي وكلام علي، أنت حرمت الناس. ولذلك هنالك طوائف أخرى أخوان، حتى الشيعة ما يعرفون عن علي، فقط قتل عمرو بن عبد العامري وقتل مرحب وخندق وهذا وسيف ذي الفقار وشنو بعد. لو تسأل هسه كل هذا العجائز ما عاد غيرها تعيش 5-6 معلومات هي هاي. نحن نريد أن نخدم الطوائف الأخرى، نريد أن نخدم الإسلام، فعلينا أن نضخ فكرة عليه. وهذه قلتها أكثر من مرة وأقولها وراح أظل أقولها بعدها، راح أصير مثل عندي لازمة حتى يقتنع. ذكر إن نفعت الذكرى، ويجب على الأخوة المتصدين لهذا الموضوع، أنا لست رجل دين ولست رجل منبر يعني لم أتشرف بهذا الموقع يعني لا أملك مؤهلاته، ولكن أيضا لرجال المنبر ولرجال الدين دور كبير جدا في طرح علي. نسمع عليا كثيرا ولكن لا نرى علي. أخوان هو مو بس علي بن أبي طالب، منو علي؟ ايش قدم علي؟ شنو سوى غير تطرحون؟
ولذلك أنا أقول على محبين علي أن يقدموا علي، ولهذا أنا مصر أن أقدم علي في كل برامج. اليوم استوقفني قول لعلي بن أبي طالب ثبته في أحد كتبي عن علي بن أبي طالب عليه السلام، قول جميل: ليس يكمل فضيلة الرجل حتى يكون صديقا لمتعادين. انظروا، ليس يكمل فضيلة الرجل حتى يكون صديقا للمتعادين. متعادين، لا تكمل فضيلة الرجل إلا عندما يكون صديقا لمتعادين. فضيلة الرجل تبقى ناقصة، لكن تكتمل عندما يكون صديقا لمتعادين أو متعادين. طبعا هذا الكلام في غاية الخطورة أخوان، في غاية العمق، ويحتاج إلى توضيح. يعني شنو أنا صديقي صديقي يروح يصير صديق عدوي؟ شلون يعني؟ شلون أقبلها؟ لا، أنا أقاطع وأكسر رجلة إذا يجي جاي تقعد يمي وأنت صديق فلان، أنت متعرف فلان عدوي؟ مو هذا هو السياق؟ عدوي عدوي صديقي عدوي عدوي، وعدو صديقي صديقي، وصديق عدوي يعني عدوي. وبالتالي هذه النظرية أبو الحسن يفندها، ما عندها عدوي عدوي صديقي، ما عندها القضية. لأنه في زمن علي بن أبي طالب عليه السلام كانوا كثير معادين معاوية لم يكونوا أصدقاء علي، كانوا أعداء لعلي أبدا إطلاقا، لم يتقرب ولم يقرب ولم يتهادن مع أي عدو لمعاوية. بالعكس، نفس وجهة النظر اللي عنده تجاههم بقت، ما لها قضية أنه هو عدو لمعاوية أو قريب لمعاوية. هنا يأتي أبو الحسن ليقول قولا رهيبا. أنا اخترت بنهج البلاغة كلمات تحتاج إلى تفسير. أنت لو عندك عدو وعندك صديق، صديقك لو كان صديق، طبعا هنا يقول أبو الحسن صديق مو رجل يعني تشك فيه أو تظن فيه السوء أو رجل بهلوان أو لا، صديق محب وصادق، صديق تنطبق عليه كلمة صديق. عندما يكون صديقا لعدوك، هل هذا سيضرك؟ كلا، سينفعك. كيف؟ أولا عندما يكون صديقك بالقرب من عدوك، أولا سينقل وجهة نظرك بشكل لا ينقلها الأعداء لك. أعدائك قد ينقلون وجهة نظر تختلف. هذا الصديق سينقل لعدوك وجهة نظر تعزز موقعك وتقلل من غليائه تجاهك وتقوي من ادعاءاتك تجاهه وتضعف من ادعاءاته تجاهك. هذا صديقك. إذا كان ما ينفعك صديقك في صداقته مع عدوك فإنه لن يضرك، بالعكس لن يضرك. ثانيا، عندما يأتي صديقك ويصير صديق عدوك، هناك قضية رح تصبح عند عدوك يحسب له حساب، لن يقوم بفعلة شائنة غادرة تأنفها النفس، لأنه بالتأكيد يعرف بأنه هذا صديقك راح يتأثر وراح يعاتبه وراح سيحسب عدوك لصديقك حسابا معينا في تعامله معك، فراح ما يفكر بالغدر المباشر. قد يكون غدر مبطن، ولكن أنك ستكون أمينا من الغدر المباشر. ثالثا، أنه أغلب المتعادين يزداد العداء بينهم لعدم وجود أرضية للتفاهم أو لنقل الأفكار. هذا لازم الفكرة ولازم وضال بها وماذا، وهذا لازمها وماكو، بحيث توجد نقاط تحتاج إلى توضيح. إذا أنت ما عندك صديق يمه، أعدائك يمه وهو أعداء يمك، فراح تبقى أنت بموقعك وهو بموقعك، واللؤم والعداء عندما يبقى يستعر.
ويزداد ويتراكم وين، وبالتالي بمرور الزمن بانقطاعك عن عدوك أنت ستتحول إلى كتلة من الكراهية والحقد، وهو سيتحول بالتالي ستصبح أي شرارة ستفجر موقف بينكم وتدخلون في حرب قد تكون أنت لست مستعدا لها، وقد تكون أنت ستفقد أشياء كثيرة غير مستعد لعطاء هذه الخسائر. لذلك وجود الصديق، صديقك أنت، أنا قلت صديق ليس عارف، مع عدوك سيخدمك كثيرا، سيقرب وجهات النظر، سيخلق أرضية. ولذلك كثير من المشاكل في الحياة، كثير في حياتنا نشوفها انتهت لوجود طرف خير. هذا الطرف الخير أولا أنت من تحكي تقول ما هو هذا المجرم، هذا اللي تعتبره صديق، يقول لك لا ترى وجهة نظرك لا مو صحيح، الرجل الآن سمعت وجهة نظره في هذه القضية أنت غلطان، هاي عوفها عيب، هاي القضية لا مو أنت مو غير محق بها. سيسقط جزءا كبيرا من تراكم الغلياء، وهو أيضا سيفعل مع عدوك، ميجي يقول له ما هذا صاحبك، يقول لك لا أنت غلطان، أنت ما سامع وجهة نظره، هذا الرجل ترى كان في ظرف كذا، هذا الرجل ما قاله هيك شيء، والنقل لك إياها حتما خاطئ، وأنا سمعته وأنا ما أدري شو. وبالتالي شوف وراء فترة كثير من السهام والأشواك الموجودة بينكم ستتساقط، وبالتالي ستصبح الأرضية مهيئة، عندما يخلق أرضية للتفاهم ستكون الظرف مساعد للتفاهم. ولهذا أيضا للصديق، الصديق الفاضل لا يكمل فضله إلا عندما يكون صديقا لمتعادين، هذا الصديق الحقيقي. ليش الصديق يكون فاضل عندما يكون صديقا لمتعادين؟ لأن هذا الرجل بفضله ونقائه ليس لديه موقف شخصي لهذا ضد هذا ولهذا ضد هذا، هو لديه فضل ونبل، هذا النبل هو الذي جعله يصادق فلان، وهذا النبل هو الذي جعله يصادق فلان، وبالتالي هذه صيغة النبل الذي ربطته بذلك حتما ستكون رابطة مع هذا، وإلا لما خلى مثلا علي وحسين متخاصمين، مثلا محمد هو الوسط، شنو اللي يخلي محمد مرتبط بحسين إن لم تكن روابط فاضلة؟ شنو ربط محمد بعلي إن لم تكن ذلك روابط فاضلة؟ هذه الروابط الفاضلة اللي جعلت اثنينهم علي حتما ستكون موجودة بين الاثنين، قد يكون هذول الاثنين المتخاصمين اثنيناتهم صادقين مثلا، يعني وإلا لما كان هذا الفاضل صديقا لهم، أو اثنيناتهم طموحين، أو اثنيناتهم كرماء، أو اثنيناتهم ما عندهم خسة مثلا، أو توجد صفات كثيرة مشتركة، هذه الصفات هي التي تربطك بالشخص الفاضل هذا الصديق، هي التي ستكون السلم الذي تلتقي به مع عدوك. وكثير من المشاكل لم تصل إلى مرحلة العراك ومرحلة القتال لوجود صديق فاضل بين الطرفين، وتذكر ووجود هذا الصديق بين الاثنين هذا يؤكد أنه رجل فاضل، ويؤكد بأنه لم ينتمي لفلان على حساب فلان. طبعا الإمام علي بها بعد فلسفي أن هذا الرجل لا تكمل، يعني ما لا يتحول إلى إنسان فاضل حقيقي إلا ما عندما يتجرد من الأنا ويتجرد من القدرة على إضافة السوء، بحيث يبقى صديق لهذا الشخص ويبقى صديق لهذا الشخص رغم أنهم متخاصمين. ولذلك هذا القرب وهذه النزعة اللي عندك أنت الفاضل التي لا تريد أن تزيد ولا تريد أن تستغلها، بالتأكيد هي عوامل ستقلل الخصام بيناتكم. لهذا قول أبو الحسن قول عظيم، لذلك يدعون أبو الحسن بطريق غير مباشر، هنا يأمرنا يوجهنا بطريقة توجيهية بأنه يجب أن تكون صديقا لمتخاصمين، هذا توجيه، ولكن يأمرنا بطريقة غير مباشرة أن لا ننزعج بوجود صديقنا صديقا لعدونا، حتى وتلحق معك، حتى والآخر مرتكب جرائم معك، فوجود صديقك اللي معتبر صديقك وهو صادق معك، هذا الرجل في المستقبل سيكتشف إذا كان سيء ذاك جدا
فبالتأكيد سيكتشف سوءه وبالتالي سيكون معك، ولكن ما دام مرتبطا مع عدوك فهذا يعني أن عدوك ليس سيء جدا، ولا ما ارتبط بفلان لأن فلان إنسان خير، ولا يمكن أن تكمل هذا الفضل وهذا الخيار اللي عنده إلا من خلال وجود رابطة تربط بيك. لذلك هذا أيضا بها أمر، إنك لا تزعل من صديقك عندما يروح يصادق عدوك. ها جايني ضاح يم فلان، لا تجيب لي اسمه، لا أدري شنو هذا. هذا أمر من أبي الحسن، أن تكون قابلا للصداقة. إذا ما تريد تستمع إليه وما تريد هذا، بس لا تنزعج، خليها هاي العلاقة مع عدوك تفيدك، هاي العلاقة مع عدوك أنت بأمس الحاجة إليها في يوم ما. حتما ما دام الموقف لم يصل إلى مرحلة القتال فحتما ستحتاج إلى صديق. حتما دائما الخصام بين اثنين يمكن 90% تنحل المشكلة، 10% يتعاركون، يعني 10% يصلون للصراع يعني. فأنت 90% راح تحتاج لهذا، لأن عندما تريد تتفاوض معه وجود صديقك الفاضل صديق، عندما تحتاج طرفا متثق به وصالحا يكون وسطا صديقك جاهز، عندما تريد أن تقرب وجهات النظر صديقك جاهز. كل هذه الأشياء بدل ما أنت تتوقف القتال تحتاج سنتين حتى أنت تهيئ الأرضية، أنت أثناء الخصام وجود صديقك هذا المشترك مهيئ الأرضية بحيث مباشرة أنت تتجه تنحو إلى السلم وهو ينحو إلى السلم، تلاحظ الأرضية جاهزة، لأن هذا مهيئها بمرور الزمن بعلاقته بيك وبوجوده. فأنت عندما تجرح السلم هو أيضا جانح للسلم، ولا تحتاج إلى وقت طويل لتهيئة ظروف المفاوضات وإنهاء المشكلة. لا تكون القضية يا با احنا ما عندنا شيء، بس القضية الفلانية يا با ما عندنا شيء. فإما يكون هو الميدياتر يعني الوسيط، أو يكون اللقاء مباشر بوجوده. يعني الصديق عندما يكون صديق الاثنين متعادين لا يمكن أن يتجاوز عليك بوجود صديقك صديقة اللي هو صديقك. حتما هنالك عيب منزلة يعزمك ببيتهم مثلا، لا يمكن عدوك أن يتجاوز عليك، ولا يمكن أن يغلط، ولا يمكن أن يتهور. بالعكس هنالك صفة أنه جاء إكراما لصديقك اللي هو صديقة، وفيه رغبة بأن يقدم لصديقك شيء. يعني هو من قبل أن يجي لبيته ويجد فوضياك، هي مو فقط لأجل فقط السلم، أيضا إكراما لهذا الصديق. هذا الإكرام بحد ذاته هو خطوة متقدمة نحو الاتجاه الصحيح، نحو حل المشاكل. وذلك تلاحظون كل مشاكل تنتهي بوجود صديقا لمتعادين. لذلك علينا أن نرحب إحنا في المجتمع أن نسعى لوجود دائما صديق الاثنين متعادين. وبالعكس ما نزعل حتى لو مريد نحكي، لو مريد هذا غض الطرف خليه، لأنه إذا ما نحتاجه هسه نشكي أمامه، قد يكون هو ينقل لنا معلومات وهذا يقول لك لا أيضا سامع معلومات ما عنده هذا، وأنت تتضايق هذا بقي لا تحكي له. وجودك صديق بيناتكم بحد ذاته هو فيه عملية دليل نبله، وأيضا عملية قابلة للتطوير وللجمح وللصد كثير من التطورات التي تحصل بين الطرفين. ولذلك شوف أبو العلي أبو الحسن كان قوله في غاية الدقة، ولذلك تكتمل شخصية الإنسان وفضله ويسموه إنسان فاضل. هذا الإنسان الفاضل هو اللي يكون صديق بيننا. وذلك تلاحظون احنا نقول إنسان خير، شنو إنسان خير؟ يروح لفلان ويروح لفلان. زين هو لما يروح لفلان قابل هو عدوه لو صديقه؟ حتما اكو فد مودة بيناتهم. ومن يجي لفلان حتى اكو مودة. فلما نقول إنسان خير يعني هذا رجل عنده علاقة طيبة مع هذا وعنده علاقة مع هذا، فذلك صاحب فضل كبير هذا الرجل، وفضله يزداد ويعمق بوجوده بين هذين المتعادين. وسأكمل الحديث بعد هذا الفاصل. مرحبا بك عزيزي المشاهد مرة أخرى، ونحن نكمل الحديث في هذه الليلة الأخيرة من رمضان، ونحن نودع هذا الشهر الفضيل.
وأسعفنا الوقت أن نعطي بعضا من أفكار أبي الحسن عليه السلام في هذا البرنامج، ولكن طبعا تعرفون لكل بداية نهاية، وها قد أزف الشهر وانتهى ولم يعد لدينا وقتا نلتقي به ولا منبرا، يعني على الأقل بالوقت الحاضر نقدم به بعضا من أفكار أبي الحسن عليه السلام، كما قلت لأننا بأمس الحاجة إلى فكرة بالحسن بدل الخوض في أشياء يعني كنا نتناولها منذ 1400 سنة حول الإمام علي عليه السلام، لنركز على فكرة بالحسن. كافي خلاص، قتل عمرو بن عبد العامري، قتل مرحب، ما أدري شنو، نام بفراش الرسول، هذا كله خلاص أصبح مفهوما للقاصي والداني، ولا يوجد شخص على الأرض يعرفها. لكن قصرنا كثيرا في حق أبي الحسن، وحصرناه بخمسة أشياء، خمسة أشياء يعني حولناه فقط إلى رجل شايل سيف وضرب وهاي وقتل وهاي. فكرة أبي الحسن لم نقدمه، والإنسانية بأمس الحاجة لفكرة أبي الحسن. الإنسانية عطشانة، والطوائف الأخرى عطشانة لفكرة أبي الحسن، ولا تعرف شيئا عن فكرة أبي الحسن. علينا أن نقدم أبي الحسن، وهذه مهمة، والبق يزداد الآن كثيرا على ما يبدو. ولذلك أي فرصة تقع لأي إنسان مثقف مؤمن على منصة، على منبر، في درس، هاي طبعا ما بيها طائفية أخوان، يعني شو علي بن أبي طالب منه؟ مو باب علم مدينة رسول الله؟ أليس علي هو قرآن متكلم ومتحدث ويسير على الأرض؟ أليس هو يمثل السنة الحقيقية وغيرها؟ أليس هو يمثل العدل والحق والتقوى وكل هذه الأشياء العظيمة؟ فإذا عندما نتكلم عن علي وفكرة، قد يقول إيه يعني إشمعنى علي؟ يا أخي انطيني واحد لاخ، يعني مدى أفرق بين الإمام علي وبين الصحابي عمر وبين أبو بكر وبين عثمان؟ بس انطيني أنت فكر آخر أقوى، يعني ماذا كتب الخليفة عثمان؟ يعني احنا مدى نقلل من قيمته، ماذا كتب الخليفة عمر يعني، ولا نقلل من خليفة عمر، وماذا كتب الخليفة أبو بكر؟ احنا لا نقلل من هؤلاء، لا، هؤلاء الناس صحابة أجلاء، نجلهم كثيرا، ولكن اللي أمامنا الآن هو فكر أبو الحسن يعني، وهو فكر المحمدي والفكر الإلهي. فستتكلم لي أنت زين، أو أنت تتكلم هسا عن ابن تيمية وعن فكر ابن تيمية أكثر ما تكلم عن أبي بكر مثلا. قد تقول لي مو أبو بكر ما تكلم بالفقه وما تكلم هذا، أوكي، يعني هسا أنت عندما أعطيني كتاب اسمه فقه أبو بكر، يعني منهج أبو بكر مثلا، ماكو، هاي دراسات بسيطة يعني، لكن تلاحظ يقول له مثلا منهاج السنة لابن تيمية، المسائل الشرعية لابن تيمية، كذا 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 كذا، اطلعوا لي كم كتاب لابن تيمية، وتقول ابن تيمية ابن تيمية ابن تيمية، اوكي زين، جاب ابن تيمية على ابي بكر وعمر، وين ابن تيمية وين ابو بكر؟ وين ذول الصحابة الاجلاء؟ وين هذا الرجل الذي لا يملك سوى ولاءات معقدة واوجد لها تخريجات شرعية؟ وهم ذا تحكي انت ما تقول لي هذا ليش علي ليش علي؟ اي هذا ليش علي؟ انت هم ما تمقصر بحق عمر وبحق ابو بكر وبحق عثمان، يعني الموضوع هو قضيه فكريه. يعني احمد بن حنبل كتب في الفقه اكثر مما كتب عمر مثلا، هاي مسائل فقهيه اخوان، ليس لا تنقص عمر، يعني احمد بن حنبل ليس كعمر اطلاقا، ابو حنيفه كتب مسائل فكريه اكثر من عمر واكثر من ابو بكر، هل معناه ابو حنيفه افضل من ابو بكر وعمر؟ لا لا ابدا يعني، لكن نقصد أنه هؤلاء كتبوا في، احنا نتكلم عن فقه يخدم الإسلام، فهل فكر ابن تيمية يخدم الإسلام؟ الجواب كلا. أليس فكر ابن تيمية يقتل ويذبح ويمزق و و و و و هذا فكر ابن تيمية؟ أليس فكر علي بن أبي طالب ليست له ولاء لأي شيء ولا طائفية ولا شيء، لله وحده ولرسوله وللقرآن وللسنة المشرفة، لم يعطي شيئا، لم يسيء لأحد من الصحابة باستثناء المنافقين طبعا، منه معاوية وغيره، هؤلاء منافقين، هؤلاء منافقون بالتأكيد، يعني يجب أن يعرون يعني، مع ذلك لم يسبهم ولم يشتمهم ويطلع هذا، شوف يعني. ولذلك أقصد
الإسلام بحاجة لعلي، والدليل على ذلك أنه طلع عنا ابن تيمية خرب الدنيا، لأن العقول خاوية ما بها شيء، بحيث يجي ابن تيمية يسيطر على العقول، يحولنا إلى طوائف متقاتلة. ولا داعش منين جتي؟ القاعدة منين جتي؟ وغيرها من جتي؟ غير جتي من هاي الأفكار ابن تيمية غيرها. لو كان فكر علي بن أبي طالب راسخا في العقول، هاي كان ظهر يعني داعش وغيره وغيره وغيره. الجواب طبعا لا. لذلك احنا عندما نطالب، وهنا انا ساطالب يعني بالعكس، يعني انا متاكد لكل الوقف الشيعي والوقف السني، بالعكس الوقف السني جاهز حتما، والوقف الشيعي ايضا اظنه جاهز ايضا في طرح افكار، وهم يعني يطبعون والفكر الوقف الشيعي ده يطبع اظن، والفقه السني او الوقف السني ايضا اي كتاب يخص علي بن ابي طالب يعني لا، بالعكس يقدمونه. انا شخصيا يعني كل كتب عن علي بن ابي طالب اشتراها الوقف السني، يعني بالعكس ما اشتراها الوقف الشيعي، اشتراها الوقف السني عن علي بن، كل كتب عن علي بن ابي طالب 10 كتب كل اللي طبعته عن علي بن ابي طالب اشتراها الوقف السني قبل حوالي 15 سنة. فإذا الكل جاهزين، يعني هو علي مو يعني مو لي طائفة، مو لي هذا، ولم يعترضوا على كلمة كتبتها عن علي بن أبي طالب. يعني علي لكل الإسلام، الإسلام الحقيقي هو يعني على قولة أحد يعني مدراء الوقف السني قال الشيء الحقيقي هو السن الحقيقي، والسن الحقيقي هو الشيء الحقيقي. فلأنك دائما أقول أنه أول سني هو علي بن أبي طالب، لأنه شنو السني؟ السني اللي يمشي على سنة رسول الله، مو منو أقرب لسنة رسول الله؟ من اللي عايش سنة رسول الله؟ من اللي طبق سنة رسول الله غير علي بن أبي طالب؟ فإذا السني الأول هو علي بن أبي طالب، فيا سنة سيروا على علي بن أبي طالب، هاي كتب علي بن أبي طالب اشترح يعني ببساطة. ولذلك نحن نقول علينا أن نسير على نهج أبي الحسن، هذا النهج الذي ظلم أخوان، ظلم بسبب الضخ السعودي الوهابي. وهذا ما قاله محمد بن سلمان، أحمد أي محمد بن سلمان قالها، قال إحنا ضخينا 10 مليارات دولار من أجل الضخ الوهابية، لأن أمريكا قالت لنا خاطر نقاتل الشيوعيين في 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 أفغانستان، وماكو أسهل من المذهب الوهابي بتطرف وقتل وذبح نقدر نقتل بهم الشيوعيين. هذا محمد بن سلمان قال، مو أنا يعني. فلذلك شوف غطى على كل الناس، يعني غطى على كل الناس. لهذا نحن بحاجة أخوان، نحن بحاجة بأمس الحاجة إلى أن ندرس فكر علي بن أبي طالب. ولهذا في هذا السياق الآن هنالك مقولة مهولة عظيمة لعلي بن أبي طالب. شوف، سلطان المبلاغة على الأرض هو علي بن أبي طالب. شوف كلمة صغيرة تختصر كتبا، يعني أظل أحكي عنها وأفسر بها فصل كامل لا أعطيها حقها والله. وعندما أعيد كتابة هذا أفسر تفسير غير اللي يعني أكثر من اللي فسرته سابقا. إذا كل كلمة لها أبعاد. شوفوا هذا المقولة لعلي بن الحسن، العدل أفضل من الشجاعة، 3 كلمات، العدل أفضل من الشجاعة، العدل أفضل من الشجاعة، علي بن أبي طالب 3 كلمات قبل 15 سنة 30 صفحة أفسرها ما انطقت حقها. بعدين لو أبقى بعد أصدر كتب أيضا أفسرها بأشياء أخرى، كلمات يعني تحتاج إلى عمق ثقافي وفلسفي. العدل أفضل من الشجاعة، رغم أنه لو كان علي بن أبي طالب نرجسي ويفكر بذاته فقط لقال الشجاعة، لأنه هو أشجع رجل. لاحظ، قال العدل أفضل من الشجاعة، يعني هاي مقولة لعلي بن أبي طالب، العدل أفضل من الشجاعة. لماذا؟ طبعا أنا أضع نفسي قريبة من عقل أبي الحسن، طبعا هيهات أن يصل حتى عقل الحسن،
ولكن أنا أحاول أن أصل إلى لماذا قالها علي بن أبي طالب. يعني أتوسم أن أصل إلى جزء قليل مما يريده أبي الحسن. يعني تلاحظ احنا نحتاج الشجاعة لماذا؟ لإحقاق الحق. ما رأيت الشجاعة بارزة ومهمة إلا عندما تجد هنالك ظلما، عدم عدل. ولذلك تلاحظون الشجاعة دائما في التراث لها ميزة. ليش؟ لأنه ظلم، عنترة نعتبر عظيم لأنه شجاع. ليش؟ لأنه ماكو ظلم، ماكو عدل. هو أسمر ومدري شنو شغلات، وأبوه عامله بطريقة معينة، وأكو يعني هذا وصراع غير عادل في هذا. وبالتالي احنا تعاطفنا ويا الشجاعة. دائما الشجاعة لها قيمة. علي بن أبي طالب نهتم بشجاعته كثير، لأن كان يقاتل الظلم، يقاتل الكفر، يقاتل الشرك، يقاتل الطغيان. لذلك تلاحظون احنا نجل الشجاعة بشكل كبير. زين، مرحبا همشام شجاع. ليش ما شيء هذا؟ لأنه لم يكن يدافع عن العدل. مرحب أو عمر، مو نتكلم عمر بن عبد العامري، كان شجاع العرب، لكنهم لن جله من احترمه لأنه كان يقاتل بأجل الباطل. لذلك تلاحظ الشجاعة لا تكتمل إلا بالعدل. وذلك هنالك الصفة يجب أن يتصف بها الشجاع، هو العدل. إذن هدف الشجاعة هي العدل، الأساس هو العدل، الشجاعة وسيلة الوصول إلى العدل. يعني لو كان المجتمع عادلا في كل شيء ومنصفا في كل شيء وتأخذ حقك أنت بشكل طبيعي بالقانون بالهذا، الشجاعة لن تجد لها أهمية كبيرة جدا، لا تفكر فيها كثيرا جدا، لأنها ما تحتاجها. الشجاعة تبرز عندما يكون هنالك خرق، وليس مو شجاع، لأن قاوم الخرق، قاوم غير المألوف غير الطبيعي، وذلك برز وقال لا. ليش قال لا؟ هو لو كان أكو عدل وأكو، ليش يقول لا؟ ليش قاوم؟ ليش واجه المشاكل؟ إذا كان أكو شيء عدل ليش واجه المشاكل؟ إذا قال لا لأن أكو ظلم، قال لا لأن أكو مشاكل، قال لا لأن أكو عدم عدل. فقيمة الشجاعة تنتهي تقريبا عندما يكون العدل. فالعدل هو أساس الشجاعة وهو أفضل من الشجاعة. بعدين لا يمكن أن يكون الشجاع شجاعا بالمعنى الحقيقي إن لم يكن عادلا مع نفسه. يعني إذا كان، شوف تلاحظون هواي ناس يقول لك كان واحد طاغية فد واحد شقاوة يضرب هذا ويقتل هذا وخمسة يقتلهم هذا، زين هاي مش شجاعة؟ يطلع لهم يقتلهم ويضرب هذا. ليش ما نحترم لهذا الطاغية وهذا الشقاوة؟ لأنه مو عادل، لأنه لا ينطلق من منطق العدل، ينطلق من منطق الطغيان. الله منطيه بسطته في الجسم كما يقول القرآن الكريم، قوي ضخم عنده عضلات، شايل سيف، شايل ورور، ما ادري شنو هذا، يطلع 15 طاق طاق طاق، وين شنو هذا، تعال وين شنو، خمسه يلزمهم يضربهم هذا. هذا مو هذا هذا. ليش ما نقول عليه شجاع ونمجده؟ لا، نسميه طاغيه، مجرم. هذا مجرم قتل 10، هذا المجرم نسميه مجرم. بينما يطلع يدافع هذا يقول شجاع، واجههم، واجه الحراميه، واجه الظلمه، واجه. اذا الهدف من الشجاعة هو العدل وليس الشجاعة. لذلك أبو الحسن قال هاي كلمة فيها عمق، دليل أنه هذا الإنسان امتلك الدنيا وما فيها، امتلك الفكر وما فيه والفقه وما فيه. ولذلك تلاحظ خلجات النفس البشرية وارتباطها بنتائج العقل البشري وصلت لعلي بن أبي طالب قبل أن تصل إلى غيره. ولذلك عندما يضع مقياسا للكلام لا يضعه غيره. تلاحظ احنا سنوبات نجي نقول الفلسفة قال فلان فيلسوف، فد كلمة تطلع في سياق رواية، تطلع هذا كلمة واحدة، وبعدين احنا وجهة نظر بها يوميا نطلع نقول هذا من قول هاي الكلمة صح، لا انا مختلف وياك، دائما نفندها، لانه كلمة طلعت تكون عن تجربة محدودة لا تصيب كل النفس البشرية.
ولهذا تلاحظون الكلمات اللي تبقى هي الكلمات المرتبطة بكل المقنعة لكل العقول ولكل النفوس. ولهذا تلاحظون كلمات أبو الحسن مهما تفلسفها ومهما تتدخل وتتعمق فيها تجد فيها عمقا وتجد فيها إنها تمثل حقا وعدلا وتصل إلى نتيجة موضوعية وليست متناقضة. لذلك علينا أن نعيد قراءة نهج البلاغة. كل جملة بي أخوان وحتما الكثير منكم قروها. طبعا الناس وليس يقول لك أنا قرأت بس هو أول ثلاث صفحات يبطل لأنه لغة صعبة طبعا ولغة دقيقة ولغة عميقة. فذلك عبالهم هو يقرأ كتاب هيجي بسيط وهذا. والله أنا قارئ نهج البلاغة وكثير ناس يقولون نهج البلاغة ولم يقرأ نهج البلاغة بصراحة. نهج البلاغة بحر عظيم. الذي يقرأ نهج البلاغة بعمق وبتمعن لن يكون إنسانا طبيعيا أبدا إطلاقا. أول شيء سيكون مؤمن، ثانيا سيكون موضوعي، ثالثا سيكون علمي، سيكون قابل للعطاء. كل هذه الأشياء تجدها عند الإنسان الذي يقرأ نهج البلاغة بعلمية بعقلية بانفتاح بتعمق. ومطلوب من عندنا إحنا الآن أن لا نقدم نهج البلاغة بصعوبته، لأن نهج البلاغة صعب أخوان. حجاتنا ما يقدر يقرأ نهج البلاغة ولا أخوتنا الصغار. إحنا نقدم نهج البلاغة، إحنا نختار. ولذلك أنا في كل مرة أقرأ نهج البلاغة أختار جملا وأفسرها، فتشوف الناس ينجذبونها وشوفها سلسة كلش ومفهومة تخليه يتشجع أن يقرأ بعضها. يقول لي والله أنا رحت نهج البلاغة قرأت بس شو مو هيك شيء ما يعني. طبعا فهذا واجبنا إحنا، لو نأخذ في كل كتاب واحد بالألف من نهج البلاغة ونقدمه للناس، الناس عطاشة لفكر أبو الحسن وتقدم تجربة إنسانية عظيمة. لذلك أنا أقول وإحنا نودع رمضان، يعني هنا أناجي البسطاء والمثقفين يعني أنه نحاول أن نقدم شيء، نحاول أن نقدم شيء للإنسانية، نأخذ من هذا المنهج. لا يوجد تجربة عظيمة وكتاب فيه عمق كنهج البلاغة. أقرأ فلاسفة صح تشوف 17 صفحة يدور ويجي فتفكرة كيتش كل اسمه، وخلال ذلك ومن تأتى ولكن السياقات والصيرورة ما أدري تريد تلقف لك الفكرة تلقفها بنهاية الصفحة، بعدين تدور على فكرة ثانية مرتبطة بها بنهاية الصفحة، بعد 15 صفحة طلع لك فكرة مو فكرة هيك فكرة. زين ليش؟ ليش انت هاي 17 صفحة تلف وتدور بيها؟ ليش تجول بينا جول على قولة أمهاتنا على مود فكرة بسيطة؟ انت لو مثقف قدم ليها هاي الفكرة، قدم ليها. المثقف هو اللي يقدم أعظم فكرة هذا سهلة. ذلك يقولون أنت مواضيعك بسيطة، قولهم بسيطة بس الأفكار عميقة. يعني المهم أن توصل للناس، مو المهم أتحذلق. إيش تستفاد هسه أمي وأختي الحجية اللي قاعد هسه إذا أنا تحذلقت براسها وقمت تحكي لي بالكلمات المعقدة والصح، إيش تستفاد؟ صح تفكر حلقها آه يم والله هذا يفتهم وزين، هي إيش استفادت؟ وأني إيش استفاديت؟ احترمت نفسي يعني إيش قدمت يعني؟ هل قدمت شيء يعني؟ هاي قالوا لي أنت تفتهم يعني هي هاي؟ هاي المعقدين يدور عليها، ذول الناس التافين الذي حصل له على مديح وهذا يكيف عليه. لكن الإنسان الذي يخدم لا أخوان، الذي يريد أن يخدم عليه أن يقدم فكرا سلسا، فكرا مقبولا، فكرا ينفع الناس. ولا يمكن أن ينفع الناس شيئا إن لم يكن مفهوما. فأول شيء قدم لهم شيء مفهوم، بعد ذلك طالبهم أنه هذا الفكر يمكن تحقيقه. طبعا أكمل الحديث بعد هذا الفاصل. مرحبا بك عزيزي المشاهد، ونحن نكمل
الليلة 30 من شهر رمضان، وفي هذه الليالي 30 أعطينا بعضا من فكر أبي الحسن عليه السلام وفكر الرسول قبل أبي الحسن، وتحدثنا عن أشياء فقهية وأشياء دينية وأشياء تاريخية وأشياء اجتماعية، وحاولنا أن نقدم شيئا للمؤمنين. في هذه الحلقة اليوم أحببت أن أختم هذه الحلقة بمقولة للإمام علي عليه السلام، مقولة في غاية الروعة، نحن بأمس الحاجة إليها، لأننا نحن الآن في زمن الفتن، والفتن هو الصراع ما بين الناس يعني. ولذلك أبو الحسن يقول في وضعتها في أحد كتبي، يقول فيها: كن في الفتنة كابن اللبون، لا ظهر فيركب ولا ضرع فيحلب، لا ظهر فيركب ولا ضرع فيحلب. كن كابن اللبون. الله، كم رائع هذا الوصف. كن كابن اللبون. من هو ابن اللبون؟ طبعا الحيوانات اللبونة هي التي أبنائها ملتصقين بثدي أمهم، يعيشون على اللبن، يعني لبن الأم، وبالتالي هؤلاء الصغار ملتصقين بأمهم، منزوين بأمهم. وذلك حتى بعض الأحيان مثلا الخفاش ابنها ماسك ثديها ويطير وياها وتروح. أغلب الحيوانات الثدييات، القردة وغيرها عفوا، كل الثدييات اللبون عايش هيك بدفو أمه، ما يدري من الدنيا كلها، أي شيء منزوي ما له علاقة بالكون، شيء واحد يريد هو دفء أمه وحرارة جسم أمه وحليب أمه. فأبو الحسن يقول في الفتنة كن كابن اللبون، منزوي وقاعد هذا وملك شغلة واكتفي بحاجاتك ولا تقف لا هذا ولا ذاك، وملك شغلة بالناس، لا تتأثر لا بالخير ولا البطل. في الفتنة كن كابن اللبون، لا ظهر فيركب ولا ضرع فيحلب. يعني لا يخلوك وسيلة يصلون بها إلى غاية، ولا يخلوك إمكانياتك شيء تعطيها لهم حتى تزيد من الفتنة. الفتنة الفتنة تموت عندما لا تجد تشجيعا ولا تجد مساندة وعطاء. وذلك تلاحظون كل الفتن ماتت، لم يجد مشجع ولم يجد مساند. المشجع يخلي الآخرين ينتمون إلى الفتنة، والمساند يجعلهم يشترون سلاح وغيرها ويشترون نفوس وهذا، وبالتالي تستعر الفتنة. لذلك عندما تكون بعيدا عن هؤلاء، لا تساند هؤلاء حتى لو بالمجامل، لا تجامل، لمن جاملهم تصفق لهم غيرها. شوف من دخل داعش بعض المناطق صفقوا، شجعت الشباب المراهقين انتموا لداعش وقضوا وظلت مستعر الفتنة. بعد ذلك عندما شافوا داعش الناس بدأت ما تجامل شوية شوية شوية، والناس أكو ناس بدأوا يساندوهم في البداية ويعطوهم ضخ، لكن بعد ذلك شافوا بأنه هذا الضخ سيكون على حساب مدنهم ودينهم وأسرهم، وبالتالي قل هذا الضخ وبدأ يضمضم، بدأ ما ينطي، بدأ بهذا، بدأ ما يساند هذا. فتلاحظون في آخر الأيام هؤلاء الناس الذين يريدون الفتنة لم يجدون ظهرا يركبونه، ولم يجدون الضرعا يحلبونه. ولذلك تلاحظون ولد المناطق كانوا كابن اللبوني، من زوين بيوتهم وخاتلين، وبعض الأحيان بس يريدون فد ملجأ يطلعون منه. تلاحظون شوف القوات والحشد الشعبي بس يسوون هذا يحاولون يطلعون، وبهذه الطريقة انقضت على الفتنة. طبعا الموضوع ده شجون قد نكمله في يوم قادم، وبذلك أقول لكم شكرا جزيلا وإلى اللقاء مع أرق تحياتي.